الله والصلاة والسلام على رسول الله. فكانت بدايتي في نادي الاتحاد من 2001 لعند 2006 نهاية 2005. فبصدق يعني مسيرتي مع الاتحاد كلها جميلة وكلها حافلة بالبطولات والمشاركات. ففريق الاتحاد يعني اتمنى له الفوز في المشاركة الأفريقية هذه ضد الترجي، ومش غريب عليه البطولة هذه، ومش غريب عليه حتى الاحتكاك الكروي اللي ما بين في الصعيد الأفريقي. فبصدق يعني مسيرتي مع الاتحاد كلها جميلة وكلها حافلة بالبطولات والمشاركات. ففريق الاتحاد يعني اتمنى له الفوز في المشاركة الأفريقية هذه ضد الترجي، ومش غريب عليه البطولة هذه، ومش غريب عليه حتى الاحتكاك الكروي اللي ما بين في الصعيد الأفريقي. أتذكر ضد الوداد سجلت فيها جول، لعبنا ضد النجم في التصفيات في وحدة خسرنا فيها في طرابلس، ووحدة فزنا فيها في سوسة، ولعبنا ضد فريق نيجيري، ولعبنا ضد فريق كاميروني، لعبنا ضد فرق أفريقية. فكنا لهم ند يعني بصدق، يعني ما كانوش يعني ما كناش من المحسوبين من صغار الفرق، فكنا لهم ند. ارتقاء بالراس من قبل الويسي اكرم اياد، ولكن متابعه من قبل مصطفى، تصل لمرعى رملي الان، مرعى رملي، مرعى رملي، تسديد، هدف، هدف عن طريق اللاعب مرعى رملي، مرعى رملي يضع الكره في الزاويه المستحيله، في الزاويه المستحيله للحارس نادي المبياغلي، وشباك الوداد تهتز، كره اطلقها اللاعب مرعى رملي كالسهم لتسكن شباك الحارس نادي المياغري، وفريق الاتحاد يتقدم على الوداد. الهدف يأتي في الدقيقة 28، ونتيجة المباراة تصبح هدف مقابل لا شيء لمصلحة فريق الاتحاد. تابعوا الإعادة، مرعى رملي من خارج منطقة الجزاء في زاوية صعبة، في زاوية مستحيلة على الحارس المياغري. نتابع الهدف من جديد من زاوية أخرى في الإعادة الاستفادة، ومرعى رملي أطلق الكرة وبتسديده كانت مخادعة للحارس المياغري. إذن فريق الاتحاد يتقدم على حساب فريق الوداد بهدف مقابل لا شيء، وفرحة كبيرة، هز الشباك والقلوب في آن واحد. جماهير فريق الاتحاد سعيدة بهذا الهدف. الكرة هي زي ما تقدر تقول على الصعيد الكروي تمت مع شيء يعني تفاوت يعني في الخامات اللاعبين. فنتمنى الشباب يعني العناصر الشابة هذه يديروا شيء لفريق الاتحاد ويليق بفريق الاتحاد. وعادة الفريق لما يكون واخذ البطولة معنويته أفضل في أفريقيا، فيحس بكأنه هو الممثل الوحيد في ليبيا وأنه هو البطل الوحيد في ليبيا. فنتمنى لهم الشباب يعني يقدموا مستوى جيد ويظفروا لنا بنتيجة طيبة. والله نتمنى يعني جمهور الاتحاد تساند فريقها ويكونوا معاهم الإدارة والطاقم الفني. فيعني فريق الاتحاد يعني مش غريب عليه انه هو يكون في مستوى يعني المطلوب له، وهذه مش غريبه عليه. فنتمنى يعني حتى من الجماهير الليبيه ان يعني هذا ممثل ليبيا حاليا، فنساندوه ونصبوا معاه معنويا وماديا ونفسيا. فنتمنى لهم التوفيق.